بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة مهمة لنا في التجمع الإعدادي ديال شهر نوفمبر، لأن آخر فرصة لنا باش نتجمعوا قبل من الشان. عطينا فيها فرصة لمجموعة ديال اللاعبين اللي برزوا في المباريات الأخيرة ديال البطولة، خاصة مع غياب مجموعة ديال العناصر الأساسية. كاين لاعبين اللي مشاو مع المنتخب الأول، نتمنوا لهم إن شاء الله غدا التوفيق لأنهم تيمثلونا وتيمثلوا كرة القدم المغربية، وهذا هو الطموح ديالنا. ثم كاين غيابات نظرا للإصابات بعض اللاعبين، ثم كاين المباريات ديال فريق الوداد كذلك اللي مبرمجه في هذه الفتره هذه نظرا للفوز ديالهم بعصبه الابطال، وعندهم مباريات مؤجله. تنظن بان مجموعه ديال اللاعبين عطاو انطباع جيد. مازال عندنا فرصه اخرى يوم الاثنين ان شاء الله ضد منتخب غامبيا. منتخب موريتانيا منتخب عنده مقومات جيده، تنظن بان خلق لنا مجموعه ديال الصعوبات في العمق الدفاعي ديالنا. احنا ربما عندنا تجربه اكثر منهم، هي اللي خلاتنا ولاعبين في الملعب ديالنا، هي اللي خلاتنا اننا نسجلوا اهداف اكثر. تنظن بان الجميع تيستعد لهذا الشان. احنا تنشكروا منتخب موريتانيا اللي فتح لنا الفرصه اننا نقوموا بهذه المباراه هذه. تنظن بان المدرب ديالهم حتى هو استفاد من هذه المباراه. بالنسبه لنا اهم شيء هو ما يكونوش اعطاب، هذا الشيء اللي كان. تنتمنى ان شاء الله اننا في شان نكونوا في الموعد ونحققوا الطموح ديال الجمهور ديالنا. كابتن، توقعاتك للمباراه غدا، مباراه الساحل العاج والمغرب؟ ان شاء الله نتاهلوا وغنمشيو لروسيا ان شاء الله.